كتاب الجهاد والسير. البخاري كتاب الجهاد والسير. أحمد بسرعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. آمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وما زلنا مع كتاب الجهاد والسير. قال رحمه الله: باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وقال عمر رضي الله عنه: ارزقني شهادة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقال ارزقني شهادة في سبيلك ولا في بلد رسولك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف التنيسي. نعم سيدي. نعم رضي الله عنه من شيوخ الإمام البخاري ومن الثقات. قال عن مالك. مالك النجم كما ذكر. قال الإمام الشافعي ذكر الحديث في مالك النجم. نعم. قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. ومن الثقات الأثبات. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وعن أنس بن مالك ومن السبعة المكثرين عن النبي أمين. رواه أبو جماعة. أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه. رضي الله عنه. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة. شك إسحاق رحمه الله. قالت: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ ويضحك. فقلت: وما يضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، كما قال في الأول. قالت: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فصرعت عن دبتها حين خرجت من البحر فهلكت رضي الله عنه. الله. أقول إخوتي الكرام، هذا الحديث فيه مسائل كثيرة، منها كما قلنا الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء، وكان وهذا طبعا مطابق المطابقة. شوف أتى يدل على التبويب بقول عمر رضي الله عنه وارضاه، وهو موصول، هو نفسه وصله البخاري، وأيضا بأنها قالت: أدعو الله أن أكون منهم يا رسول الله، فهذه الدعاء بالشهادة في هذا الباب. نعم. أقول إخوتي الكرام، ابتداء أثر عمر بن الخطاب أسنده البخاري آخر الحج، وخرجه ابن سعد في طبقاته أيضا عن محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن حفصة أم المؤمنين أنها سمعت أباها يقول: اللهم ارزقني قتلا في سبيلك ووفاة في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم. قالت: قلت: وأن ذاك؟ قال: إن الله يأتي بأمره أن شاء. وأنبانا معن ابن عيسى حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن عمر كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة في ببلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وأيضا أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبيه قال: رأى عوف بن مالك مناما قصه على عمر بالشام فيها، وإن عمر شهيد مستشهد، فقال عمر: أن لي الشهادة وأنا بين ظهراني جزيرة العرب ولست أغزو والناس حولي. ثم قال: ويلي ويلي، يأتي الله بها إن شاء الله، زاد بعضهم على يد عدوك. وفي الموطأ أيضا: اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة يحاجني بها يوم القيامة. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما قتل سأل عمن قتله، فقال له: هو أبو لؤلؤة المجوسي الذي كان عند المغيرة. فقال: الحمد لله الذي جعل قتلي على الرجل لم يزد الله سجدة. والحديث فيه مسائل كثيرة، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه. فيها مسألتان: المسألة الأولى كان يدخل على أم حرام وهي أجنبي عنها، فقال العلماء: ليس أجنبيا، يقال بأن أم حرام رضعت مع آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بأنه فيها الرضاع يعني خالته في الله. وبعضهم قال: لا، هي كانت يعني ما كان محرما لها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فيه العصمة، وكان هناك خدمة يعني الخدم معها يعني، فلم يكن الأمر على الانفراد. لكن يشكل على ذلك كان تفلي رأسه، يعني تفلي رأسه بيدها، تفلي رأس النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج الشيء من هوام الرأس وقتله، هذا أصلا فيه مسيس
فلا يكون ذلك إلا أن هناك رضاء حقا وتكون محرمية عند النبي صلى الله بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم. المسألة الثانية كانت تطعمه هذا من مال زوجها، وزوجها عباد بن الصامت وأحب إليه ذلك والنبي يعلم ذلك، فكانت يعني إذا قدمت الطعام أي طعام تقدمه الطعام الذي أتى به زوجها، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المرأة لها أن تنفق من مال زوجها، إن كان لا يعلم فله نصف شطر الأجر، وإن كان يعلم فله الأجر كاملا. وفيها أن رؤيا الأنبياء حق، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها أرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة يراها فتأتي كمثل فلق الصبح، فرأى الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فاستبشر بهذه الرؤيا بشارة الخير. وهذه كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، بشارة الخير في ذلك. وفي المسائل أيضا الإخبار عن الغيوب معجزة من معجزات النبوة، فهو يعني يحدث عن أمتي أن تركب البحر وتركب سبج البحر كالملوك على الإسرة يعني بهذه السفن، فبشر بالفتح والغزو في البحر، وهذه أيضا كان غيبا وما كان يتصور أصلا أنهم سيفعلون ذلك. وازدهرت ازدهرت القوة البحرية في الأمة الإسلامية عند معاوية رضي الله عنه ابتدأت من عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، ثم بعد ذلك قويت واستطالت مع معاوية، حتى بعد ذلك صارت الأمة الإسلامية رأس في القوى البحرية مع الأخوة بربروس، يعني تطورت ثم بعد ذلك علت واستطالت جدا في هذا الباب، وهذا كله نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. فدعت فهنا قالت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم من أولئك الذين سيكونون في سبج البحر، ثم تكون الشهادة له. ثم قال ناس من أمتي عرض علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قالت فقلت يا رسول الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. وهذا حقيقة أن ركبت البحر في زمان معاوية رضي الله عنه أرضاه، فصرعت عن دباتها حتى خرجت من البحر فهلكت، وكانت شهيدة. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنها قالت بأنها كانت شهيدة، يعني وهذه شهادة لها بأنها شهيدة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم.